أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. بعد إغلاق حقل الفيل وبعدها الزويتينية والشرارة، كل هذه الحقول النفطية اليوم يغلقها حفتر أمام تصدير النفط الليبي إلى السوق الدولية رغم الأزمة المعروفة لأوكرانيا ورفع الأسعار. ورغم ذلك فإن حفتر قرر إغلاق النفط. هل الأمر يتعلق بمعادلة تسير باتجاه إقفال الذي في ليبيا فرغم الضخ الذي يمكن أن تقوم به الجزائر أو أي دولة أخرى بما فيها أيضا أوبك بلاس بحوالي 430 ألف برميل من انطلاقا من شهر ماي، فإن هناك 1.2 مليون برميل لدى ليبيا أصلا متوقفة، مما يجعل السوق في أزمة، وهذا يضغط أكثر على الغرب. إذن بالنسبة للمعادلة، هي معادلة تقنية بحتة جعلت من بوتين الذي اتصل مع السعودية ومع الجزائر بخصوص التعاطي مع السوق النفطية، وهذه في مكالمات هاتفية مع محمد بن سلمان ومع الرئيس تبون، لكن واقع الحال أن اللعبة الروسية أكبر عندما أقفلت النفط المضاف من كل من أوبك بلاس أو من الجزائر أيضا باتجاه أوروبا أقفل في ليبيا، فأصبحت المعادلة هي نفسها بل قد تزيد بناقص 18%. إذن هذا واقع بالنسبة للمعادلات الرقمية التي يمكن أن يلعب بها بوتين الذي يحاول أن يصل إلى ما يريد ببساطة شديدة. فهل كان هناك اتصال ما بين بوتين وما بين حفتر إلى جانب الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أنجزها بوتين بخصوص استقرار النفط؟ وهل الأمر فقط يسير باتجاه الإدلاء بموقف حول استقرار السوق لأن هناك قراره في ليبيا بمنع تدفق النفط؟ إذن الأمريكيون من جهتهم يرى البعض أنهم أخطأوا لأن الاتصالات ما بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الرجل القوي في شرق ليبيا الذي يسيطر على الآبار اسمه السيد حفتر. إذن الاتصالات هذا الذي دفع إلى رد الفعل الذي يمكن توقعه ببساطة شديدة، لأن حالة انقلاب يحدثها الآن حفتر يؤهل نفسه أن يكون رئيس الدولة بفض بشاغة في مرحلة انتقالية تعطي لحفتر قيادة الدولة. هذا شيء معروف مفروغ منه، وخصوصا أن بشغ اليوم هو الوحيد الذي يمكن أن يعيد فتح هذه الآبار إن وصل إلى قيادة الحكومة الليبية الحالية. فالكل لديه الخيار هناك. أساسا من أغلق البئر من أجل التأكيد على وصول بشغ إلى رئاسة الحكومة، يعني التنازل، تنازل دبيبة، إبعاد دبيبة في مقابل أساسا وصول بشغة، وبوصول بشغة سيعاد الوضع على ما كان عليه. فهل سنذهب إلى ما قالته المخابرات اليونانية على وجه التحديد عندما أكدت على أن حفتر منزعج لأن الأمريكيين لم يتصلوا به؟ وأيضا الأمر هل مجرد ورقة ضغط من أجل تحول داخلي يبعد دبيبة وبمساعدة دولية من أجل تسليم الحكم إلى بشغة؟ فهل أي الأمرين قائم؟ الواقع أن القضية كلها تزامن فيها الحدثين معا، يعني ليس حدثا واحدا، فهي رسالة من أن حفتر هو الأقوى، ثانيا أن الاستجابة لبوتين من هذه الناحية. لذلك والاتصال بين بوتين، بين مكتب بوتين وما بين حفتر كما تؤكده المخابرات اليونانية على غير السياق الذي يتأكد من خلاله أن مثل هذا الوضع واتصال بوتين بكل من محمد بن سلمان وتبون، كل هذا من أجل القول أن بوتين يدعم استقرار النفط، ولكن في واقع الحال فهو يقرر إغلاق
آبار النفط الليبية. إذن هنا المشكل كبير جدا. إذن هناك اتصال، وإن ذهبنا إلى توجه المخابرات اليونانية بوجود اتصال فعلا، فالمسألة هنا بين مكتبي وما بين بوتين. اللعبة هنا في مكتب. إذن ليس بوتين الذي اتصل بالرئيس الجزائري وولي عهد المملكة العربية السعودية، هو نفسه الذي اتصل بحفتر. إذا اتصل مكتب بوتين بحفتر، وهذا أمر واقع. إذا قد تكون هذه اللعبة، أي فصل بوتين عن المكتب، وفي نفس الوقت إعطاء بوتين ما كان يرغب فيه. والأمريكيون أيضا يرغبون في كل ما يجري، يعني الأمريكي لا يريد بأي حال أن يصل إلى مخاطبة ميليشيا أو رئيس ميليشيا. إلى حدود هذه اللحظة واقع الحالي أن الأمريكيين لا يزالون إلى الآن غير راغبين في اتصالات أمنية من أي نوع، ولذلك فقد سلموا هذا الملف للجزائر. هذا الأمر الواقع الذي نراه مع بلينكن وقبله مع نائبته وهكذا. فالأمور كلها ذهبت إلى تسليم هذا الملف إلى الجزائر. لكن بعدها مباشرة وجدنا أن الاتصالات مع المخابرات الأمريكية، هناك اتصالات بين المخابرات الفرنسية وبشاغا، وبشاغا يريد أن يصل إلى هذا الموقع، لكن هو عدم الإشراف، إشراف الأمم المتحدة على مثل هذا الوضع. يعني سيعطي الشرعية الآن حفتر إلى طبرق حصرا، وبالتالي فإن قيادة بشاغا لمثل هذه العملية الآن الانتقالية سيبعد الأمم المتحدة، وهي المشرفة ليس على الحكومة وإنما على الانتخابات القادمة. ومحاولة إيصال بشاغا هو توافق ما بين بشاغا وحفتر والمجتمع الدولي لتمرير الانتخابات، وليس لتمرير هذه الانتخابات عبر الأمم المتحدة والإشراف عليها. وهنا أمر الخلاف الشديد ما بين استراتيجيتين متناقضتين. إذن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتصل، رغم أنها اتصلت بالجميع بخصوص النفط إلا حفتر، وهذا يعتبر من سبب إقصاء له، خصوصا وأن وضعيته الآن هي وضعية ما بين عسكري، وقد تخلى عن هذا المنصب للتقدم للانتخابات. بعدها مباشرة هل هو الآن مرشح أم لا، وهل عودته إلى الجيش تسمح له بإعادة ترك المنصب العسكري إلى آخره. هناك إشكالات كبيرة تقع على حفتر الذي دخل إلى الفخ، والآن يريد دعما أمريكيا من أجل إخراجه من هذه الدائرة وإعادة تأهيله كي يكون مرشحا ضمن مرشحي الرئاسيات الليبية. هنا يحضر الروسي ولعبة الروسي بالأساس، والتي أعطت سمة دقيقة للغاية. أولا في دائما ضبط السوق، فالروس هم الذين يضبطون السوق بفنزويلا بليبيا بغيرها من هؤلاء الحلفاء، في الإضافة أو التوقف أو غير كل هذا يأتي نتيجة التحالف الاستراتيجي ما بين حفتر وما بين الإدارة الروسية، وهذا الذي قد يدفع حفتر إلى المزيد من العزل. يعني أنه سينعزل، كلما انعزل بوتين سينعزل أيضا حفتر. وبالنسبة لإدارة بوتين، الحسم في أن تكون فاغنر هي القادرة الآن على تأمين حفتر وعلى تأمين أيضا انتخابات وأن تعمل على الأرض بعد الانسحابات التي حدثت لعناصرها باتجاه الحرب في أوكرانيا. وجدنا أن هناك مكتبا استخباريا تقوده فاغنر في قلب الشرق الليبي. وعلى أي، فالوضع العام اليوم خصوصا حفتر علاقته مع المخابرات العسكرية المصرية ضعيفة، الآن العلاقات ضعيفة، وأيضا بالنسبة للجزائر شبه مقطوعة، وأيضا الإمارات لا تستطيع الرهان على حفتر لأن هناك بشغة،
لأن كل الشرق الليبي يراهن على بشاغة. لذلك هو الخطاب يجب أن يأتي إلى بشاغة. أيضا المخابرات الفرنسية مع بشاغة، المخابرات الأمريكية الآن ما بين دبيبة وبشاغة من أجل تسوية إلى آخر. لكن على العموم هناك إقصاء بشكل كامل لحفتر. حفتر يريد أن يعود إلى الطاولة لكن بنوع من الضغط، يعني نوع من التواجد أنا هنا. وبالتالي فإن إقفال هذه الحقول تدفع إلى الحوار مع حفتر. وإن كان الموضوع هو الاتصالات التي جرت بين مكتب بوتين وبين حفتر، فإن بوتين لم يتصل بشكل شخصي مع حفتر في هذا الظرف. رغم تأكيد المخابرات اليونانية فإن هذا الاحتمال على الأقل حسب تقديرات أخرى هذا شيء مستبعد، إنما بتوصية من بوتين تم الاتصال بحفتر، وهذا أمر ممكن للغاية. والرجل الثاني والثالث في الدولة الروسية اتصل بحفتر من أجل الوصول إلى مثل هذه التوازنات، لأن من المهم الآن ألا يكون هناك اتصال معلن أو على الأقل اتصال مسجل بأي طريقة مع حفتر، لأن وضعيته الآن ووضعية بوتين لا تسمح، على الأقل هذه الوضعية المشتركة لا تسمح بمثل ذلك، وإنما بإرسال الإشارات وأيضا الاتصالات غير المباشرة. أهم من كل هذا هناك عزل أشد من كل شيء. راهن حفتر على علاقاته مع إسرائيل، ابنه صدام مع زيارته في إسرائيل، الكل دار حول حفتر وعلاقته بإسرائيل. فكانت إسرائيل هي التي تؤهل وبشكل كبير جدا حفتر، لكن العلاقة مع إسرائيل هي التي دفعت إلى تدهور العلاقات الغربية مع حفتر. يعني كانت كل الاتصالات تمر بطريقة أخرى بمخابرات غربية أو بمثلها، لكن على العموم أن تجمد العلاقات بين إسرائيل وبين حفتر سببت في هذا الإشكال. فلما الإسرائيلي لا يريد حاليا أن يلعب بهذه الورقة؟ لأن الخارطة اختلفت أولا، ثانيا لأن معركة إسرائيل تختلف الآن عن توسعها الإقليمي. المسألة الأخرى أن إسرائيل التي أرادت أن تلعب إلى جانب الروس وبتوازن وحياد الآن فشل الحياد بالنسبة لها، فشلت سياستها في الحياد لهذا المشكل. لذلك فهي خسرت ليس فقط ليبيا وإنما خسرت أيضا سوريا، وبالتالي فحركتها لم تعد بالشكل الكافي وتحول كل شيء إلى الرئيس بوتين. إذن بوتين هو الذي قرر إغلاق نفط ليبيا، وهذا ليوازي تماما أي تصدير 430 ألف برميل للأوبك انطلاقا من ماي، انطلاقا من الأول من ماي، وأيضا بالنسبة للتدفق الذي رآه، وأيضا الزيادة التي قررتها الجزائر تجاه إيطاليا على وجه التحديد بعد زيارة دراغي إلى الجزائر العاصمة. إذن إقفال النفط الليبي عبر بوتين لديه حسابات دقيقة للغاية، في نفس الوقت الذي يؤهل فيه جزئيا حفتر بعد إقصائه من الإسرائيليين، الاتصالات مع الأمريكيين، الفرنسيين لا يعرفون سوى بشاغة، اليوم المؤهل أن يأخذ مكان دبيبة، دبيبة لا يعرفه سوى الجزائر. إذن بالنسبة للجميع أبعد وبشكل كامل كل المحيط، مما جعل بوتين وحده هو الذي أعطى حبل الإنقاذ لموقع حفتر. وموقع حفتر إلى حدود هذه اللحظة لا يزال ضبابيا ولو مع الإدارة الروسية. والآن حفتر لا وجود لأي حليف يريد أن يخاطبه، ولذلك سلم كل شيء للروس، والروس الآن يتحكمون في السوق انطلاقا من تحكمهم في التدفق، تدفق المليون ومئتين ألف برميل يوميا انطلاقا من ليبيا. وهذه لعبة معقدة للغاية،
وجدنا أنها تدخل ضمن اتصالات حفتر الذي يريد العودة بشكل أكبر إلى تحالفه مع روسيا الآن، رغم حالة الحصار التي قرأها منذ البدء، وأراد أن تكون اتصالات عبر الدول المحايدة والحياد واللعب على الحياد. كل هذا ذهب أدراج الرياح بعد موقف إسرائيل وتغيره نتيجة الانتفاضة. الانتفاضة في فلسطين، انتفاضة المقدس، انتفاضة شرفاء بيت المقدس، هم الذين غيروا أو أسقطوا على وجه صحيح عقيدة إسرائيل الحيادية تجاه الأزمة الأوكرانية. وبعد ذلك تخلت إسرائيل نتيجة هذا الموقف على كامل الرقع التي كانت تلعب فيها مع بوتين، وهذا الذي جعل من سوريا ومن ليبيا وغيرها تنسحب منها إسرائيل، لأن لا تغطية لها من طرف الروس من طرف بوتين. وبوتين أصبح حفتر ليس لديه سوى البوابة التي يفتحها بوتين. أي بوابة قد يفتحها فحفتر لا يستطيع تجاوزها. السقف الذي رسمه الآن بوتين هو الذي لا يمكن لحفتر أن يتجاوزه. وبالنسبة للحليف اليوم الذي يمكن أن يكون في ليبيا والذي يعطيه لحفتر الآن، إن نفذ جميع مشاريعه ويتنفذ بالحرب، لأن لعبة حفتر في أن يوازي علاقاته مع روسيا، أيضا مع المخابرات الفرنسية، المخابرات الفرنسية لا ترى إلا بشغة، وأيضا بالنسبة للبقية الباقية من الدول الفاعلة فلا تجد سوى الإمارات العربية المتحدة. والإمارات العربية المتحدة تريد أن توازي ما يريده بوتين انطلاقا من ليبيا، وهكذا يمكن إحراج الإدارة الأمريكية، لأن كل من السعودية ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد يلعبان لعبة معقدة للغاية، خصوصا أمام السماح لأن يكون القرار ليس في أبوظبي بخصوص النفط، إنما أن يكون فقط لدى بوتين وقد كان. وهذا تسليم لتوازنات صنعها الإماراتي وبدعم سعودي إلى جانب الروس، والروس سلمت لهم رغم الانسحاب. انظروا إلى هذه الخارطة، رغم انسحاب فاغنر من كل ليبيا والذهاب للقتال في أوكرانيا، وجدنا على أن التأثير لبوتين انطلاقا من محمد بن زايد وانطلاقا من توازنات السوق التي يريدها الخليجيون أن تبقى مرتفعة وما فوق 110 دولار للبرميل، وجدنا أنهم سلموا موقعهم لصالح بوتين في ليبيا، وأصبح حفتر محاصرا من الجميع إلا من النافذة الروسية. وهكذا اللعبة سارت باتجاه ما سمي بامتصاص قبل، يعني ليبيا اليوم توقف نفس القدر الذي أرادت أوبك بلاس أن تزيده في الأول من مايو. ولذلك فحفتر لديه مسألة وحيدة، تأهيله من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وفتح الحوار معه. وإن فتح الحوار معه فسيفتح مع بوتين أيضا لسبب رئيس، لأن حفتر صاحب أيضا مجازر بنفس القدر إلى آخره. فمن الصعب أن تضع أمريكا يدها الآن وفي هذه الظرفية التي تقاتل فيها في أوكرانيا أن تضع يدها مع أحد الذين وباسم بوتين تحركوا في ليبيا وقاموا بما قاموا به في أيضا المجازر وغيرها. وهذا الذي لا يمكن بأي حال الآن أن يكون الأمريكيون إلى جانب حفتر، وهذا الذي جعل من الأزمة مركبة ووضعت حفتر وبدون فاغنر في حسابات حصرية لبوتين. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.